دوك الأحلام اللي كيشوف مرة العصا. أنا هنا يا موكلي. تعال معي لصفي حسب مع الشريخان. تعال هنا لأقتلك كما أقتلك أبوك. لقد غدرتني لوحدي كلب. إخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا بزاف الحوايج اللي مبدلين، منهم البلاصة اللي كنت كنصور فيها. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات انني الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نصور من بلاصة اخرى. كما كتشوفوا فانا صبغت هذه البلاصة هذه ودابا انا بديت منها التصوير. بالنسبة للديكور ما نكذبش عليكم، ما كانش عندي شي افكار اللي نديرهم. قلبت في جوجل، شفت الفيديوهات ديال الدراري اللي تيديروا الرياكشن، لكن واخا هكاك ما لقيتش حاجه اللي غتميز الفيديوهات ديالي. كما كل واحد كيدير حاجه اللي كتميز الفيديوهات ديالو، فانا لقيت غير هذيك اللوحه اللي كما كتشوفوا معايا. هذيك اللوحه كانت ديال واحد الانسان اللي هو عزيز، كان رسمها وكان عطاها ليا ودرت ليه الضو. وكما كتشوفوا هذيك الدار، هالدار هذه غير كانت لعبه ديال البنية وحاولت نديرها في الفيديوهات ديالي. المهم كنتمنى يكون هاد الديكوراسيون، تكون هاد البلاصه هادي عجبتكم، وكنتمنى حتى هاد الفيديو حتى الاخر يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساوش، راكم عارفين اخوان باقي لي 300 على 10000 ابوني، ما تنساوش تابوناو. يلا ما نزيدش نطول عليكم، نبداو مع الفيديو ديالنا. سقط والدي القتل قبل ما يكلم ما كلاوهاش، عرفت يا الخوت ناد وطيح معاهم. الا بقاش عندك يدك احمد الله وشكره. مغربي ما عمرو يشحن سردي، ما عنده البديل، ما عندوش كوكوط ولا قميله يدير بقراج، ماشي مشكل. السلام عليكم الحباب ديالي، كديرين؟ كديرين مع الصحه بخير؟ تحيه لكم كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. لي زامي انا جيت المورو. المورو السلام عليكم، من حقي نسجل في المول هانيه. لا ما ديروش لايف، دير فيديو غادي نلوحو في القناه ديالي. منو ترخيص من الاداره؟ انا درت واحد السادس هو اللي مرخص لك عشا المالك. والله الا قال لك ما تسجليش. والله الا كي دارت لي، دارت لي دور شيطانية، سولاتو وقمعاتو في نفس البلاصه. مورو والله الا قالت لك مورو. شنو غادي يموت شي واحد؟ والله الا بصح هادي بهاديك الضربه الا بقات حيه غتحمد الله وتشكره. دوك الاحلام اللي كيشوف مورا العاصف. انا انت يا باكرة. انا هنا يا موكلي. تعال معي لصفي حسب مع الشريخان. تعال هنا لاقتلك كما اقتلك ابوك. اللي كيف لقد غدرتني لوحدي كلب. الله يتهربوني ولد ولد الذين اصلا. هذا سباق الخيل هذا. خلنا نلصق مع الحيط الشطوري.
يا واحد اخر. هذه يا افريقيا اللعين. والزيتون واش ليها المحجوب؟ انا معاك حروب الطبيعه رابعه، شدني وجه الكلب وجه تمارة، انا غادي على امك المحمديه. عمو الزيتون واش ليها المحجوب؟ انا معاك حروب الطبيعه رابعه، خصك كبر 600 درهم وراح ب 600 درهم، ما يخلوكش تقول خانس وكريح الدجاج، خصك كبر 600 درهم وراح ب 600 درهم، راه شري طبيعه رابعه، شدني وجه الكلب وجه تمارة، انا معاك حروبات، شدني وجه الكلب وجه تمارة، عمو الزيتون واش ليها المحجوب؟ انا معاك حروبات. الحاجه اللي فهمت من هذا الفيديو هذا هو طبيعه رابعه مول الزيتون والمحجوب، شي حاجه اخرى والله ما فهمتها بالله. هذا عنده شي مشكل مع شي واحد كيبيع الزيتون ولا ما عرف نص ولا ما محجوب ولا ما سميتو. بنادم تعقد راسو في نفس الوقت قال لكم الدار زوين شويه تشوفوا على مود. ما ناري ناري انا في هاد اللحظه هادي راسي ضرني والله. ناري على ضربة عطاهم سخط وليدي الصاق ديالو بقيت روينه البلبله مبلبلها ليا في الواتساب مبلبلها. وقبل علاش كنتو تفقتي؟ نعم اسيدي ها شيماء وحده سميتها كنزه مبلبلها تبلبيل. علاش انا حقاش طلقت لي اللعب من الاول؟ انا في الاول ما كانش عليا نطلق لك اللعب. ما ربيتيش الدري الوالده الصراحه، كنتي تربيه. هو طلع لك دابا ما تيحشمش، يلا شنو غديري معاه؟ والله الا قالت لك الدري ما مربيش قالت لك طلقت لي اللعب، سي الله يعفو عليك. الاستعداد النهائي مشاهدينا الكرام قبل الانطلاقة الكبيرة، هكذا الانطلاقة سليمة من كل النواحي رغم بعد البوابة، ولكن بالفعل لدينا كما نشاهد مشرف متابعينا الكرام انطلاقة رائعة. سكرت امبيشن اخذ المكان الذي يرغب فيه، ولكن لدينا كذلك القادم كانتري جرامر الذي بالفعل غاب عن السباقات والمواجهات لعدة ايضا اشهر، ولكن لدينا كذلك
كذلك ايضا فلورانجيرو في وسط الجياد بشعار جودموند بالشعار السعودي الخطير بشعار اروغيت في يوم من الايام بشعار فرانكل في يوم من الايام. ولكن هنا لدينا كذلك ارت كوليكتر متواجد ارت كوليكتر. اذا القوة الهجومية حاضرة. المدرب سعيد بن سرور يغير التكتيك في هذا الشوط على ما يبدو لي. ولكن ايضا ممثلي الوطن ما زالوا حاضرين. الاخوان هذا ما كان في الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم. ولا عجبكم راكم عارفين. اشتراك. تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. لايك وشي كومنتير تحفيز. يلا تلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.